أغنيات من فلكلور الفرات الأصيل تردد صداها طربا في صالة مديرية الثقافة بدير الزور التي استضافت فعاليات مهرجان الأغنيات التراثية الفراتية بنسخته الثامنة. تلتقي التراث مع من أصالة وعراق وتقاليد مع الفرات بعاداته وزيه الشعبي، وبذلك جمعنا المواويل والأغاني والأهازيج بفرقة الكورال التابعة لمديرية الثقافة بدير الزور، وقدمت عرضها وسط حضور الجماهير. قدمت فرقة الفرات الغنائية الموسيقية لأحياء التراث أغاني من تراثنا الجميل تراث دير الزور، هي عبارة عن 8 أغاني، أغاني اللالا والمامر وكل الحلا لشيل همي وهمك والمولية. من خلال هذا المهرجان الفراتي الأصيل يعني عم نحاول إنه نحافظ على تراثنا وتراث أجدادنا، تراث البلد العظيم، هذا التراث الذي لا يقدر بثمن، يميز بسهولة الكلام وسهولة اللحن والعاطفة بنفس الوقت، مقامات دائما عاطفية، الصبا، البيات، السيقة، الحجاز، يعني مقامات حلوة ولطيفة. المهرجان يهدف لتوثيق الأغنية الفراتية التراثية والحفاظ على مكونات التراث اللامادي في المحافظة. براهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور.